السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج انتباه أيها السادة. كلاكيت تاني مرة مع سيارة الموت، كلاكيت تاني مرة مع نعش الموت، كلاكيت تاني مرة مع وكلاء سيارات الموت في مصر، وما زالت السيارة تسير وما زالت الحوادث تحدث. لغاية هذه اللحظة العربيات ماشية على الأرض، ولغاية هذه اللحظة الناس بتموت، والعيب فين؟ احنا كلنا عارفينه وذكرناه في الحلقه اللي فاتت اللي للاسف ما لحقناش نكملها من كتر الاتصالات ومن كتر الحوادث اللي كنا بنحكي عنها، وناس كتير قوي حاولت تتواصل معانا بس الحلقه ما كفتش. عشان كده النهارده جايبين مفاجآت لحضراتكم عشان نثبت بالاوراق والمستندات ان السيارات اللي ماشيه على الارض هي سيارات الموت. قبل ما ندخل في الحلقه بتاعتنا النهارده خلونا نرحب بالساده الضيوف اللي منورينا، ومن ضمنهم ناس كانت معانا في اتصال في الحلقه اللي فاتت، وناس معانا بالاول خالص، وناس بتتصل ونفسها تيجي. بس نرحب الاول بالساده الضيوف. اهلا بيك استاذ احمد النجار المستشار القانوني بتاعنا واللي منورنا في الحلقه. اهلا بيك دكتور اسامه. اهلا بحضرتك. اهلا حضرتك تقريبا كنت معانا في اتصال في الحلقه اللي فاتت، صح كده؟ تمام كده. اه تمام. من ضمن الناس اللي هتحكي لنا على الكوارث اللي حصلت مع حضرتك في مشوار السياره اللي كانت لسه جديده. اه جديده. معانا دكتور حسام صاحب المشكله الاساسيه، واللي الدنيا كلها وحديث السوشيال ميديا والاعلام والميديا، كل الناس النهارده بتمشي في الشارع تسلم على بعضيها وتقول لك شفت استاذ حسام فتحي عامل ايه؟ ربنا يخليك الزحمه. ربنا يخليك. صح كده ولا انا غلطان؟ ربنا يخليك. معانا الاستشارات الهندسيه كلها موجوده عشان تقدر تعمل برزنتيشن كامل للعيوب اللي موجوده داخل السياره، استاذ محمد حسن. صح كده؟ قبل ما ادي الكلمه للساده الضيوف عايز بس اوريكم بعض الصور اللي هتخليك وانت قاعد تقتنع تماما ليه سميت بسيارات الموت. يا ريت كده مخرجنا الجميل يظهر لنا بعض الصور على الشاشه مع بعض كده يا جماعه. ادي صوره للعربيه دي، عربيه يا جماعه مشيت كام كيلو يا استاذ حسام بعد اذنك؟ لا هي 300 كيلو تقريبا. هي دي مش عربيتي، بس هو اللي واضح فيها ان العجله الاكس الجانت نفس العيوب يعني. يعني هي كلها كل العربيات عيوب واحد وهو الاكس يعني. السوشيال ميديا مليانه بالموضوع ده، في حاجات اكس، في حاجات جايبه اكتر من حاجه مع بعضيها. تمام. فهي دي صور عامه احنا بنوري للناس النماذج اللي احنا شفناها. ممكن نغيرها كده الصور كلها يا استاذ محمد ورا بعض عشان المشاهد يشوف معانا. دي عربيه ثانيه، دي عربيه ثانيه ما شاء الله. العربيات كلها لسه الورق عليها، عربيات زيرو. عربيات زيرو. يعني انا بس عايز الناس وهي بتتفرج على العربيات دي يا جماعه. كسره جنط. دي كسره الجنط من تحت. اول الاستشارات الهندسيه استاذ محمد حسن بيحكي لنا. بالمناسبه الشركه اللي بنتكلم عنها حللت الجنط ده في المانيا وطلع انه دي عربيتي يا دكتور احمد. دي عربيتي برده. دي عربيتنا بقى يا جماعه، عربيه استاذ حسام. هي قدامنا. بص حضرتك الخبطه خفيفه قد ايه اللي فيها عشان هنتعرض للتقرير دلوقتي ونقول لحضرتك اللي حصل فيه. ان شاء الله ان شاء الله. مش مخرجنا يكمل. كمل كده الصور يا جماعه. كمل معانا. بصوا كده نفس العربيه بس من زوم تقريبا كده. ما شاء الله ما شاء الله. سيارات يا جماعه العربيات دي زيرو. العربيات اللي بنتكلم دي كسر زيرو، يعني خارجه 300 كيلو 80 كيلو، يعني اللي هو خد العربيه ومشي بيها. دي عربيه دكتور اسامه. دي اللي عملت 370 كيلو. دي عامله 370 كيلو بالظبط يا دكتور اسامه، صح؟ 370 كيلو. صوره من زاويه ثانيه بعد اذنك. صوره من زاويه ثانيه اهي. ايوه. بس هو دخل فين هنا الراجل وهو سايق الكارثه، وهو سايق لقى نفسه مفيش عجل. الناس اللي بتسوق هتحس باللي انا بقوله ده، وانا سايق عربيتي وماشي 80 كيلو. يعني يا ريتني مثلا ماشي 120 140 150. مجانين السواقه 200. كم صور بس باين. احنا مع العربيه بيسموها كنز. عربيه كنز. دي كنزايه دي، صح؟ شوف خبطه بسيطه فتحت الصوره. يا نهار ابيض يا جدعان. كم التاني صور ابيض الاكس مكسور تحتيها برضه. دي اهي والله نظام التعليق والعجله. يا عربيه بسم الله ما شاء الله. عربيه باك باني بتاعت طرت الدركسيون خرج وانت سايق. تمام. غير حضرتك دي تنفع نقطه والله. يعني انت ماشي بالعربيه وتلاقي الدركسيون خرج برضه فيها نفس المشكله. الطاره ثابته من العجل. تمام. الطاره بتتحرك والعجل ما بيتحركش. ده تنويه من حرصا على سلامه عملائنا الكرام جي بي. بس احنا ما طلبناش. انت طلبتوا التنويه ده يا جماعه؟ لا التنويه ده الجهاز اللي عامله، جهاز حمايه المستهلك اللي عامله. الجهاز اللي عامله يعني يا جماعه. حمايه المستهلك هو اللي قال ده، مش احنا اللي عامل الجهاز. حضراتكم دي عليها ختم الجهاز معلنه في الجرايد الرسميه. معلنه في الجرايد الرسميه مش احنا. يعني ده البرنامج ولا الساده الضيوف. يعني ده هو اساسا حمايه المستهلك اللي مطلعه الورقه دي. لجنوط الاتش دي موديل 2017 و18 و19. 2017 و18. تمام. اللي احنا اتكلمنا قلنا معانا تقرير قبل السنوات دي، لو كانوا راعوا التوصيات اللي فيه ما كناش وصلنا للكوارث دي. طيب تاني وتالت ورابع هنقول سيارات الموت، نعش الموت. يا جماعه انا ماشي بعربيتي والدركسيون يطلع في ايدي، دي كارثه.
مش دي الكارثة بس، الكارثة هي بتيجي في حادثة، تيجي في صاج، ده الحادثة بتيجي أو الكارثة بتيجي في إن النهاردة زوج الدكتور أسامة اللي موجود معايا، أنا عايز أقول لكم كمية التقارير الطبية وكمية الأذى اللي هي اتأذته. هو طبعا هيتكلم، بس الكلمه الاول هنديها للاستاذ احمد النجار. عايز بس ايه القانون بتاعنا هنا بيقول ايه؟ تمام. عايز اعرف الناس دي هتاخد حقها ازاي. احنا نتمنى ناخد وقتنا عشان معرفه حضرتك. لا اتفضل يا دكتور، اتفضل. احنا هنتكلم اول حاجه التقرير ده، لان في اساتذتي يعقبوا على حته تقرير الخبير ده حاجه استشاريه. لا، انا عندي التقرير هنا، الخبير هنا مش خبير عادي، ده مش بيقيم حاجه فيها حاجه تقديريه، لا ده انا عندي نصوص قانون متحدد عليها زي ما الدكتور محمد اتكلم وقال لي المواصفات القياسية. تمام. فأنا عندي حاجة، أنا عندي قطعة معدن أو جزء مثلا بلاستيك أي حاجة في صار، حتى الكرسي الجلد اللي على الكرسي نفسها لها مواصفات. فقال لي أنا عندي مواصفة من كذا لكذا، فبيقول لي من عندي من صلب متوسط الكربون من 40 ل 45. أنا عندي الأستاذ الدكتور مربي الأجيال بيقول لي صلب 60. ممكن بس تعرض لنا إيه واحد الملف إيه واحد عند حضرتك؟ ملف إيه وان يا أستاذ محمد بعد تمام عشان أتكلم عليه. تمام كده، يا ريت ملف إيه وان بس معانا. تمام، اتكلم حضرتك. هو يزيرو عادي، اتكلم. هو يزيرو عادي. انا عندي الصوره انا عايز اعرضه بس عشان اتكلم الناس تشوف المكتوب بالنص. تمام. معدن اكس العجله هو قبل ما يحضروه ممكن نتكلم كده بصفه عامه قبل ما يحضروه. تمام. احنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان في ثلاث جامعات معانا. تمام، في اللي هو السطر الثالث من تحت يا جماعه اللي فوق المعدن اكسس للعجله. تمام. الكلام ده مش موجود في اي مرجع علمي، مش موجود في اي مواصفه، مش موجود في اي مجله علميه احنا اتكلمنا عنها والدكتور محمد هيكلمنا بالتفصيل. المعدن ده اشبه بمسمار صلب ما فيش مرونه بيتني او يعني مفتاح عده. تمام. فالمشكلة عندي مش في كده، المشكلة عندي ان الورق ده لما بيخش قدام القاضي، القاضي بيطبق عليه القانون. الراجل ده متخصص، تمام، طيب هنعمل ايه؟ ده دليل. ايوه. فالمفروض يتحكم بيه. طيب بناء على ايه بقى الدليل ده؟ انا بنقول تزوير ليه؟ وبنقول لاساتذتنا ان ده مش خبير عادي. ده خبير بيصنع لي دليل. حلو. بناء على تطبيق الحدث على الواقع. تمام. فانا عندي نص الماده 211 بتقول لي كل صاحب وظيفه عموميه ارتكب اثناء تاديه وظيفته تزويرا في احكام صادره او تقارير، ده تقرير. انا هعدي الباقي كله، بيقول لي عقوبته ايه؟ الماده 211 قانون العقوبات الكتاب الثاني، الناس تقدر ترجع لها، يقول لك يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن. طب ليه شدد العقوبه المشرع هنا؟ عشان الكوارث اللي بتحصل. انا عندي المستند ده، الموديل ده اتباع منه اكتر من 30000 عربيه. 30000 عربيه دلوقتي. الحادثه دي بتخضع لقانون 2006، لان القانون اتعدل بعدين، مشكلة الدكتور أسامة بتخضع للقانون التاني اللي هنتكلم عليه وأثار المشاكل دي على اقتصاد البلد. حلو. وسمعة البلد. حلو. أنا عندي في 2006 كان الغرامة على الشركة على الوحدة دي بعد ما تستبدلها 10000 جنيه. تخيل بقى كم الأموال اللي ضاعت على الدولة. حلو. بسبب تقرير زي ده. أكتر من 20 شكوى تم حفظهم لأسباب غريبة. مجهولة. غريبة مش مجهولة. معلش غريبة. عفوا يا دكتور، معلش عفوا، معلش. موجودة على الشاشة. أنا فاهم، بس يا جماعة عايز أقول لكم التقرير دوت، التقرير ده الدولة ليها فلوس، الدولة نفسها ليها فلوس، وده السبب الرئيسي اللي خلاني أدخل في الحلقة وأدخل في الموضوع ده، إن الدولة بتاعتنا ليها فلوس والمواطنين ليهم فلوس. إحنا بس الأستاذ حسام عايز يقول كلمة بس لكثرة المكالمات اللي جات لي وجات له بعد الحلقة. تمام. الأستاذ حسام هينوه على نقطة وهنرجع تاني بعد إذن حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهاردة حبيت أكون معاكم عشان الناس اللي اتصلت بيا كانت أنا ما كنتش متخيل إن يجي لي اتصالات ومكالمات بالطريقة دي، فأنا بعتذر للناس اللي ما عرفتش أرد عليهم عشان برضو كان كمية الاتصالات كتير. خص بالشكر مكالمتين جولي، المكالمتين دول كان فيهم حاجه غريبه شويه. أيوة. هو انا هعتبرهم ان هم نصيحه. تمام. ان هم بيقولوا لي احنا معاك قلبا وقالينا واحنا خايفين. لا انا اعتبرهم ان هم نصيحه وخايفين عليك، وخلي بالك عشان انت مش بتتعامل مع ناس صغيره، دي ناس واصله قوي، وحضرتك ممكن دول يعملوا فيك كذا وممكن يبلغوا عنك كذا. فانا من هنا بقول لهم ايه، انا بقول لهم الحق صوته عالي ما بيخافش، احنا لا نخشى الا الله، ما شاء الله. اللي ربنا كاتبه لنا هو اللي هيحصل لنا. ومن هنا بقى أنا بناشد معالي رئيس الوزراء، وبناشد معالي وزير التجارة والصناعة، وبناشد السيد رئيس جمعية جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن يتعاملوا مع المشكلة دي أنها مشكلة رأي عام، مش مشكلة أشخاص، مش مشكلة أفراد. المشكلة دي كبيرة، لأن الوكلاء دول ولا فارق معاهم سمعة صناعة في البلد، ولا فارق معاهم اقتصاد بلد، ولا فارق مع عليهم أموال بتروح على البلد، مش فارق معاهم أي حاجة. وحابب أقول للوكلاء كلمة كده، أقول لهم أن المصريين الغلابة دول هم اللي خلوكوا بقيتوا وكلاء، وممكن يخلوكوا بعد كده تبيعوا بسبوسة.
فمش بدل العربيات لا لان هي العربيات البسبوسه يعني عاوز اقول للوكيل عشان بس الناس تعرف الحل. الباشمهندس محمد هيكلمنا في التصور المنطقي للحادث اللي المفروض يتكتب في التقرير بعدين شروط بقى الهندسيه يعني عشان نتكلم ليه بنقول تسجيل بس حتى صغنونه جدا معلش يعني عشان انا موجوع عشان انا صاحب مشكله وموجوع. انا حابب برضه اقول للوكلاء ما تلعبوش على ان المصريين غلابه وشارين العربيه دي بالتقسيط وشارينها بتحويشه العمر وشارينها واللي شاريها عشان ياكل بيها عيش ولا يفتح بيها بيت. خلي بالك انا وانا بكلمك دلوقتي انا تذكرت كلمه كده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقولها لنا على طول بيقول لنا ايه المصريين ما بينسوش اللي بيقف معاهم ولا اللي بيقف ضدهم. المصريين كده كده هياخدوا حقهم ما بينسبوش حقهم. المواطن المصري مش اقل من اي مواطن في اي دوله عظمى. دي حقيقه. شكرا سياده عشان ناخد حقك قبل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ناخد حقك عشان الكلمه الاستاذ محمد للناس اللي بتسمعنا الوكلاء اللي مش عاجبهم الكلام حق الرد ليكوا حق الرد اكيد بس انا عايز حد يرد عشان انا سايب لكم ليكوا حق الرد سواء بمكالمه بمداخله سواء استضافه احنا تحت امركم اتفضل اسمع. السلام عليكم. هو احنا عندنا مشكله في التقرير بتاع استكمال الفحص الفني ان كتب فيها شويه بنود تضيع حق المواطن او حق المستهلك وكتبت البنود على ان محدش هيقراها او محدش يعني هيفهمها في الجهات القضائيه. ليه؟ لان ده خبير هندسه بيكتب. فكتبوا اول حاجه عند استاذ حسام طلع لجنه ان السيارات عرضت لصدمه جانبيه قويه جهه اليسار ادى الى كسر اكسل العجله الخلفيه اليسرى وانفصالها بجميع ملحقاتها اثناء سرعه عاليه. وهو بيقرا يا جماعه كده اللي هي ايه واحد تاني A1 تاني يا استاذ محمد A1 تمام كمل يا استاذ وانفصالها بجميع ملحقاتها اثناء سيرها بسرعه عاليه ونتيجه الصدمه ودوران جسم السياره حدث الكسر باكسل العجله الخلفيه اليسرى وتبين ان الكسر عباره عن انهيار تحت تاثير اجهاد القص. اولا الكلام ده من الناحيه الهندسيه غلط. تمام نرجع بقى يا جماعه نرجع كده ليه يا فندم؟ انا ضاغط من الجهه اليسرى فالمفروض رد الفعل هيجي على الجهه اليمنى. تمام فيحصل اجهاد حني للاكسل اللي في الجهه اليمنى مش اللي في الجهه اليسرى يا فندم. صح ما ينفعش ان انا طالب اولى هندسه فاهم الكلام ده والله تمام انا ما بقولش معجزات يعني. فبالتالي لا يمكن ان يحصل تحت تاثير اجهاد القص الكسر بالنسبه لتصور الحادث. تمام بالنسبه لتصور الحادث المفترض هو اللي حصل الاكس فعلا اجهاد قص لكن مش بهذا التصور. ايوه اللي حصل انفصال العجله الاول نتيجه كسر الاكس. ايوه وليس العكس وليس صدمه قويه. ونعرض الصوره A2 ونشوف يا فندم A2 يا جماعه معانا كده لو سمحت صوره A2 كده معانا. انا اتمنى في صوره A2 الناس تعرف الفرق. هل انا اقدر اقول على الحادثه اللي اتعرض كده يا فندم؟ ايوه يا فندم دي عربيه استاذ حسام اللي في الجانب الايسر نقدر نشوف ان ده مش حادث قوي يا فندم. ده حادث بسيط. ده حادث بسيط بالمقارنه بالحادثين. الحادث الاولاني اللي فوق ده كان العربيه ضايعه على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي. تمام. الحادث اللي تحت ده كان عربيه في ميدان سفيل خبطها الترام قبل ما يلغوه. تمام. ده اسمه حادث قوي يا فندم. اما حادث خبط الرفرف عشان خبط في البلدوره بتاعت الطريق ده ما اسموش حادث قوي يا فندم. زي ما مثال الطلقه اللي احنا بنقول عليها صح؟ بالظبط. يعني يا جماعه نرجع كده بعد اذنكم يا جماعه بالصوره. يا فندم في منطق للحوادث عندنا في التحليل الميكانيكي، يعني انا ما يبقاش عندي جانت بتحمل نص طن ما اتكسرش، واكس بيتحمل 12 طن في اجهاد الشد اتكسر، وبيتحمل 6 طن في اجهاد القص اتكسر، واللي بيتحمل نص طن فلت وساب العربيه وماشي. هنشرحها بطريقه مبسطه شويه للمشاهد عشان المشاهد البسيط يفهمها، انا قاعد في عربيتي واحد ضرب عليا رصاصه من بره العربيه، هل يعقل باللوجيك كده ان الرصاصه تعدي تخش دماغي وما تكسرش الازاز؟ صح كده؟ بالظبط كده. ده التفسير اللي هو بالبلدي يا جماعه يعني، اتفضل اسمع. النقطه الثانيه بيقول لي بناء على دكتور اسامه معلش بس هنرجع لك يعني حقك عليا يعني. بناء على نتائج تحليل معدن اكس للعجله الخلفيه للعجله الخلفيه اليسرى اظهرت مطابقه الخامه المواصفات التي اقلتها شركه كذا ومطابقه القياسات والاختبارات المعمليه من حيث الصلاده والتحليل الكيميائي بالمواصفات القياسيه للشركه المصنعه. مادة اولا احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان كلمه مواصفات قياسيه للشركه المصنعه دي مش موجوده علميا. حلو. اللي موجود اسمها مواصفات فنيه تطابق المواصفات القياسيه الدوليه. تمام. سواء للشركه للدوله الام اللي هي اللي فيها الشركه او للمواصفات القياسيه الدوليه العالميه للدول المشهوره بس او المحليه لو في مواصفات. طيب. انا عندي مشكلتين هنا برضو في التقرير. ما ادانيش نتائج التحليل الكيميائي عشان اتاكد ان هو كاتب انه طلع سي 60. حلو. وما ادانيش نتائج الصلاده يا فندم وانا بحب اعرفهم برضو ان من مصادرنا الصلاده طالعه عنده 59 على مقياس ويقول سي وده غير مناسب لصناعه الاكسات ويرجع للكتب طلبه ما جوش ويرجع للكتب ويتاكد من كلامي. حلو قوي اسمح لي بس انا اسف عشان الراجل قاعد معانا من بدري جدا. دكتور اسامه اولا بعتذر يعني بالنيابه عن كل الدنيا على اللي حصل لزوجه حضرتك وبعتذر بالنيابه عن الوكلاء نفسيهم اللي ما قدموش اعتذار لحضرتك يعني بجد انت لما بتحكي لي كميه الوجع اللي انا سمعته انا نفسي اتاثرت فنسمع حضرتك كده والناس كمان تسمع معانا ايه اللي حصل لزوجه حضرتك. في البدايه بس انا بحب اقول ان انت بتدفع اكتر من نص مليون جنيه عشان تشتري عربيه عشان تموت بيها.
يعني عربية حضرتك جديدة جديدة يبقى عامل الحادثة على 370 كيلو. أيوه. حضرتك العربية ماشي زي أي حد في طريق سريع، طريق العين السخنة طبعا مصر كلها عارفاه طبعا، أساسا احنا عندنا شبكة طرق عملاقة بمواصفات عالمية. أيوه. فجأة ألاقي حضرتك الجنط بالفردة بالمقص بالمساعد بالكوبلين بيخرجوا من العربية، غصب عني فقدت السيطرة على العربية فخبطت حصل كده في الصورة في البردورات. أيوة. طبعا نتجت عن الكلام دوت حضرتك انا عندي المدام كسر في العمود الفقري 8 مسامير واربع شرايح. كسر في العمود الفقري 8 مسامير اربع شرايح. تمام. عندي طفل كسر في مفصل الحوض. عندي طبعا عندي طفل تاني كانت كدمات وحاجات تمام. بسيطة، وانا كانت حاجات بسيطة الحمد لله. تمام. طبعا المشكلة كمان مش التأثير النفسي، يعني التأثير النفسي والمعنوي اكيد طبعا حضرتك مش المادي، هو المادي ده اخر حاجة يعني. تمام. حضرتك انا عندي طفل اربع سنين يعني بيلعب ان عمل حادثة واسعاف جاية وبتشيله. حضرتك انت مش يعني الناس مش مقدرة حجم المأساة ان الواحد عاشها. أيوة. وحضرتك دافع نص مليون جنيه عشان عربية تموت بيها. الدولة ما قصرتش، عاملة طرق على اعلى مستوى، جمارك وخفاض الجمارك، بتشجع الوكلاء عشان على ان هي تنتج وتصنع وكده. المفروض انك كمستهلك اركب عربيه محترمه. صح. اركب عربيه ان انا ابقى فين مواصفات الامان، فين الجهات الرقابيه على الكلام ده. معاك تقرير ب 14 عيب في العربيه صح كده؟ تمام. انا في لجأت طبعا لحمايه المستهلك، تحولونا لجامعه حكوميه كبيره جامعه محترمه، طلعت تقرير في 14 عيب وعيوب. يمكن طبعا الاستاذ محمد هيتكلم فيها. طبعا العيوب ديت طبعا عيوب فنيه في الاخر، يعني حضرتك يعني الكارثه يجي في اخر في الاخر التقرير بيقول لك هو كاتب في تاني قطع شاسيه السياره. شاسيه السياره نفسها قطع شاسيه السياره وضعف مكان التثبيت، وبعدين يجي يقول ان انا اصلحها بالمشاركه. اصلح ايه حضرتك؟ حضرتك دي ما بقتش عربيه. وليه بالمشاركه؟ معرفش يعني ايه الهدف، يعني ليه اشاركك في تصليحها؟ حضرتك ده عيب انا اصلحه مع حضرتك بالمشاركه. لازم يوقع على حسابه. نتكلم بس يا دكتور اسامه، هو لازم تدفع فلوس موتك. حضرتك انت بتدفع. الجمله اثارت قوي اللي كنت المهمين ركزتني انا شخصيا. انا بدفع فلوس عشان اموت، تخيلوا بدفع فلوس عشان اموت. نرد بس على عليك كام في الجهاز. نرد على الدكتور اسامه عشان باشمهندس محمد هيعلق لنا. انا عندي في تقرير دكتور اسامه مش عارف ثانيه يا جماعه بس معلش، تقرير دكتور اسامه صفحه بي 2. عايزين بي 2 يا جماعه. بي 2. تمام. تقرير دكتور اسامه عندي 14 عيب. انا عندي في التقرير ده تزوير اسمه تزوير بالطر، في معلومات المفروض تتكتب وما اتكتبتش. انا عندي التزوير نوعين، تزوير بالاضافه وتزوير بالترك، برضو عشان نفهم الناس اللي بتتكلم برضو كل ده من 211 لحد 214 مواد التزوير عشان ما نقعدش نتكلم كتير على الشاشه اهو يا استاذ. ايوه تمام. انا عندي في الصفحه اللي على اليمين انا عندي الناس تعد النقط بس 14 عيب. 14 عيب داخل السياره. لما احنا هنتكلم فيهم احنا هنقراهم هياخدوا وقت، فهنتكلم بسرعه عشان وقت الضيف بعد كده. احنا المفروض اللي يحصل للعربيه دي تحليل المعادن كلها في الاجزاء دي كلها. والباش مثلا يتكلم في التفصيل، بس انا الحته اللي تلزمني انا كقانوني طبعا احنا عرفنا التزوير بالترك بعد كلام الباش مهندس. اللجنه هنا تعدت اختصاصها. انا عندي دي لجنه فحص منتدبه من احد الجامعات العريقه. حلو قوي. بالمناسبه مصر ما فيهاش الاربع، كل اربع جامعات فيهم اربع اقسام فقط. عندي في مصر كلها اربع اقسام فقط للسيارات. تمام. ثلاثة حكومي واحد خاص. أنا عندي دلوقتي اللجنة تعدد اختصاصها وتطرقت لعمل اللجنة دايما اللي في الجهاز المشكلة، فيها جانب فني وفيها جانب قانوني، وقالت لك إيه؟ مما سبق طار اللجنة أن يتم إصلاح السيارة بالمشاركة بين الشركة والعميل، مع العلم إن جهاز حماية المستهلك فيه راجل فني على درجة كبيرة جدا. برضه هنعرض مستند من الجريدة الرسمية. مش هنقول اسم مين، الاسامي اللي موجوده فيها الاستاذ الدكتور ده وشاف الورق ده وما عقبش عليه. طب انا عايز افهم، انت عندك 14 عيب وتقول لي اصلاح ايه؟ اصلاح بالمشاركه يعني. لا ده لحنا ده بالمشاركه ده في كارثه. الدكتور اسامه قال لنا عليها بالحالة، عرضوا عليه 36000 جنيه، دفع نص مليون جنيه هياخد 36000 جنيه. انا مش عارف هياخد 36000 جنيه يعمل بيهم ايه؟ نجيب لب واحنا طالعين. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، الراجل الفني الاستاذ الدكتور رئيس القسم المعين في اللجنه الدائمه ما عداش عليه التقرير ده.
انا عايز افهم الناس اللي في الجهاز دي بتاخد مرتبات على ايه؟ اللي هو جهاز حمايه المستهلك اللي هو بيراجع الكلام ده اللي هو معمول عشان حمايه المستهلك مش حمايه الشركه. النقطه الثانيه، انا لما باجي العميل اللي بيكلمني في مكتبي يا استاذ احمد رافضين يدخلوا المحامي، رافضين يدخلوني، رافضين يدخلوا المحامي اللي انت بعته، حضرتك الشركه جوه معاها المحامي بتاعها والممثل بتاعها، تمام، يبقى انت حضرتك موجود لمين؟ فانت بتتعدى اختصاصك وبتتطرق وبتيجي على اختصاص تاني، والتاني بيسيبك، الاصيل بيسيبك، الفني اللي المفروض يقول لك الكلام ده صح ولا غلط، واللجنه القانونيه جوه ما بتعملش اجراء تعقيب بس على كلام 15. محمد عفوا، عشان هنا احنا بنخاطب بحمايه المستهلك برضو، يا ريت حد يتدخل معانا او يعمل مداخله او يجي لنا ويرد على الكلام ده. اتفضل. انا احنا دلوقتي نرجع للنقطه تاني، المشاكل دي جديده كلها بعد 2015. الجهاز كان بيدين الشركات وكان بيقفل شركات وكان بيغرم. الجديد كمان ان غرامه التاخير لو الشركه ما استجابتش للمطالب كانت 300 جنيه بقت 25 جنيه. حضرتك 25 جنيه دي على اليوم الواحد، على اليوم الواحد، انا بتكلم عن اليوم الواحد، كانت 300 جنيه بقت 25 جنيه. الغرامه كانت 10000 جنيه، القانون الجديد خلاها مليون. انت تخلي لي التعويض من 300 ازاي؟ يعني تزود الغرامه وتقلل التعويض؟ حاجه غير منطقيه وغير لوجيك. فاحنا عايزين نعرف ايه يعني الكلام ده ليه. استاذ محمد هيكلمنا في التقرير ايه المفروض يحصل في العربيه دي. الاول احنا نعمل المعلومه الهندسيه للمشاهد دي ال 14. انا اتمنى ان هم يعرضوا الصور الاول بتاعت استاذ اسامه، بتاعت دكتور اسامه، بي واحد. عايزين بي واحد يا استاذ محمد بعد اذنك، بي واحد عشان مشكله استاذ اهي ظهرت معانا. دكتور اسامه كده معانا بقى. المشكله عندي ان حصل عيوب هندسيه، اكتفى انه يقول ان دي عيوب تصميم، ما طلبش تحليل، ما طلبش فحص انه يتاكد من مدى سلامه المنتج. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن عيوب التصنيع وعيوب التصميم. عيوب التصميم احيانا بوصل فيها المرحله ان ما ينفعش العربيه تمشي على الارض. يعني لو حصل خلل في دراسه الاجهادات بتاعتها في الدراسه التصميميه خلاص ما ينفعش العربيه تمشي. تمام. طيب انا عشان اثبت ده انا عندي 3 4 مشاكل في العربيه دي من 14 مشكله قاتلين. اول حاجه ان حدث على كلامهم حدث نزع للمقص من مكان تثبيته مع شاسيه السياره، ده فاند رقم 3 من مع شاسيه السياره، قطع شاسيه السياره وخروج المقص. انا عندي اضعف نقطه بتبقى ماسكه المقص دايما في الميكانيكال فيوز او الفيوز الميكانيكي عندنا هو المسمار. تمام. ان هو معرض للكسر علشان يحمي الجزء ده. تمام. تمام. ما ضحيش بالجزء الغالي. لا حضرتك انا نزعت المسمار فضل سليم وانا نزعت حته من الشاسيه كان حضرتك بالظبط نزعت جيب البدله دي. ايوه. طلعت بالقماش. ده اللي حصل بالظبط في الشاسيه. هل دي تبقى عربيه امنه التسهيل؟ لا طبعا. هل دي تبقى اجهاداتها محسوبه بطريقه صحيحه؟ لا. طب انا محتاج اثبات علمي كانت المفروض اللجنه تطلبه للتحقق من هذه النقطه عشان اقدر اعمل استدعاء للموديل واشوف العيوب فين في الترك. انه ساب معلومات هتاثر على المنتج كله بالظبط، واخد بال حضرتك، عشان اعرف العيب فين. فكان المفروض يطلب تشخيص الحاله، ليه ده عمل كده؟ ليه المسمار ما اتكسرش وحصل نزع للشاسيه؟ هل الشاسيه ده ضعيف؟ هل الحادثه كانت قويه الى اخره؟ طبعا ده ما حصلش. عنده نقطه ثانيه، تمام، اللي هي نقطة 8. بالنسبة للعجلة اليسرى نفس القصة، حدث نزع المقص من مكان تثبيته مع شاسيه السيارة، قطع شاسيه، ده الطرفين اتقطعوا عنده. يعني حضرتك السيارة مغبوطة في الجانب الأيمن نتيجة إنها ركنت على بلدرات الطريق أو صدمت بيها صدام خفيف على سرعة 80 على كلام دكتور أسامة. تمام. لكن المشكلة إن أنا عندي كاوتش اليمين والشمال الاثنين اتكسروا، وإيه؟ ونزعوا جزء من الشاسيه. ده مش يعني أستاذ محمد معلش عشان المشاهد بس البسيط برضو، يعني إيه شاسيه؟ الشاسيه هو الهيكل المعدني السفلي للسياره اللي قايم عليه الهيكل المعدني بتاع جسم السياره. لا انا 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 بسال السؤال تعجب، يعني ايه شاسيه يتكسر؟ كرتون. يعني بالظبط كده ده اللي انا عايزه. يعني فعلا كلمه كرتون دي كلمه قليله، انت عارف حضرتك يعني انا لو نزعت قميص البدله دي مش هيتنزع بسهوله. تمام. عارفين يا جماعه يعني شاسيه العربيه؟ لان لما بتكلم في شاسيه عربيه يعني هي العربيه اساس العماره. بالظبط. اساس العماره عندي وقع. بالظبط. العربيه شكرا. يا دكتور محمد باختصار العربيه دي لو حصل فيها عيب تصميم في الاجهادات ايه اللي يتم هندسيا؟ انت تقول لي اعمل ايه في العربيه دي انا كراجل قانوني؟ لا تتمنع طبعا يا فندم. تتمنع بس لو في اوروبا هيسيحها، هيرجعها للزيرو. ده اللي بنتكلم فيه. يعني العربيه مش مصر مصر دي مفيهاش اصلا. لو نفس العيب ده بره مصر هتتسيح وفي مصر. طب اللي ماشي بقى العربيات اللي اتباعت بالفعل وفي مصر اللي المفروض انا اللي اقول لحضرتك العربيات اللي تتباع الناس تموت بيها. ده كده هو دي الصلوات. ما ينفعش نجيبها يا استاذ. معلش الدوله تعمل ايه؟ الدوله تعمل ايه؟ المفروض جهاز حمايه المستهلك بالظبط كده اللي عايز يلزم الشركات دي بسحب العربيات. صح كده، استرجاع وسحب، ويرجع فلوس للناس ويعوضهم او ياخدوا عربيه ثانيه مكانها. ما هم نشوف على العربيات التانية. انا عندي بكلم في 5-6 موديلات لكام وكيل فيها مشاكل. لا احنا نشوف العربية قبل ما تنزل نحللها. ناخد عربية كده زيرو الشركة تبعتها عشان تقول والله حسنا لضمان النية، ده من حسن النية ان احنا نحل العربية. دي مشكلة بس للأسف مش هنقدر نثبتها. ليه؟ انا عندي مشكلة لحمات الشاسيهات من احد المتخصصين بيقولوا لي اللحام يدوي.
لحام يدوي. أيوة. يعني ما اقدرش، يعني ممكن العربيه تطلع مظبوطه وعربيه ما تطلعش مظبوطه. أيوة. تمام. فالمفروض انا اعمل فحص تشيك اب على كل السيارات دي. لا، انا المفروض الدوله تكون موجوده في المكان، لها ممثل. طبعا. مش الجهاز بقى قاعد في الجهاز. يكون في ممثل جوه المصانع دي يراقب لي الشغل يوم بيومه. أيوة. على حساب الشركات عشان الناس اللي بتموت. انا دلوقتي عندي العربيه دي المفروض يحصل فيها ايه؟ العربيه كلها تتلم. تمام. والشركه اللي هي بتبيع دي تدفع مليون جنيه وفقا للقانون الجديد غرامه للدوله. احنا عندنا موديل توسان اتباع منه اكتر من 200,000 عربيه، كلهم اضرب 200,000 بقى في مليون، ده حق الدوله. لو حق الدوله مش حق الاستاذ حسام، ما كلمناش في حق ولا حسام، بنتكلم في حق الدوله. مليون جنيه تعويض اضرب بقى 205,000 عربيه على الموقع الرسمي اللي بيتباع. ملايين يا ريس، ملايين يا ريس، هتدخل ايه؟ ملايين، مليارات. دي حاجه. الحاجه الثانيه قبل ما ننسى، الاستاذ اسامه، الاستاذ حسام، 33,000 عربيه كلهم يئسوا، حتى الناس اللي ماتت والقضايا اتحفظت ومعانا مستندات، والقضايا اتحفظت مفيش الا هو اللي كمل. واحد من 33,000 واحد كمل. القضايا اتحفظت في جهاز حمايه المستهلك بناء على التقارير اللي طالعه من الثلاث جامعات بتقول العربيه لازم العربيه دي فيها عيب في 1 2 3، والعربيه فيها 1 2 3، كل العربيات اللي العربيه اللي حصلت حادثه في التجمع، العربيه الجزء الاولاني طار في يمه والجزء الثاني طار في يمه، التوصيه دي من اكتر من 3 سنين بتقول لك صلح الجزء ده. يعني 3 سنين بينادوا تصليح الجزء ومفيش فايده. نفس الموديل ما نادوش. التقرير ما نعرفش فين حصل. يا فندم، اهم نقطتين عندي في شكوى الاستاذ حسام، لو سمحتوا طلعوا لنا التقرير، التقرير ده يتصلوا بيه، ادينا رقم المحامي. انت عايز المحامي ليه؟ مندوب الجهاز، والجهاز الكلمات مسجله، المكالمات مسجله عنده. اتصل اكتر من 5 مرات، انا رديت في مره كنت في اجتماع قلت له بعد اذنك انا في اجتماع. طب لو سمحت دي واحده، المستندات دي مالهاش علاقه. اوكي، المستندات دي مالهاش علاقه بالموضوع. دي نقطه. نقطه ثانيه، في شكوى ثانيه بنقول له بعد اذنك قول لنا، رد لنا على التقرير بتاع اللي هو ايه، واحد بتاع استاذ حسام بيقول ايه، انا ما عنديش كوادر فنيه. شفت حضرتك بيقول انا ما عنديش، هو عنده جوه. احنا لسه عايزين نسرع شويه عشان العالم يرجع بعد الفاصل. انت عندك اصلا تمام. اخر نقطه هتكلم فيها، هو عنده زي ما قلنا كادر فني جوه، ما بيبص التقارير دي، ما بيعملش فيها حاجه. ايوه تمام. ايه انا المشكله عندي في ايه؟ في ضمان الوكيل. ايه ضمان الوكيل دي اللي ما جاتش الا في مصر؟ ضمان الوكيل دي، ويجي الدكتور اسامه كنا هنتكلم، للاسف الوقت خدنا، في التقرير جاله من بره بيقولوا لا انت السيارات عندكم بضمان الوكيل، يقول انا مت، يقولوا لا الضمان اللي عندكم بمواصفات الوكيل. انا اول مره اسمع في حياتي كراجل قانون في قضيه زي دي مواصفات الوكيل. وكيل اللي هيعمل له مواصفات خاصه بيه؟ انا اعرف شركه السيارات. استاذ احمد، هو بدون مقاطعه حضرتك، هو انتشر في الفتره الاخيره في مصر موضوع في الكاميرات، الموبايلات، العربيات، حاجه اسمها ضمان الوكيل، مش المواصفات. المنافسه العالميه بترفض الاسعار اللي بتنزل بيها مصر غاليه زي العربيات دلوقتي. تمام. فالوكيل بيقوم عامل ايه؟ بيقوم جايب شويه مهندسين وشويه مهندسين فنيين، شويه قطع غيار، شويه عربيات، ويبدا يبيع والى اخره. فبيطلب مواصفات وبيدي الضمان بتاعه هو. والشركه الام ما بيبقاش ليها علاقه، ولو بيجمع محلي بيبقى عنده نفس المشكله، ان التجميع المحلي ما لهوش رقابه. تمام، واخد بال حضرتك؟ هي دي المشكله اللي بتحصل عندنا. لكن اللي انا عايز اقوله كلمه اخيره قبل ما نختم، انا عندي مشكلتين في الجهاز دلوقتي مع تقريرين اشخاص اصحابهم قاعدين قدامنا. المشكله الاولى ان كذب تضليل في البيانات علشان تضييع حق المستهلك. المشكلة الثانية، ودي بقت بتتكتب على طول، ده الأسلوب الثاني اللي بيتبعوه دلوقتي، بعد ما حدد لك إن في مشكلة أو عيب في التصميم أو عيب في دكتور أحمد السلعة بتاعتك. الأستاذ والباشمهندس محمد بيتكلم، ممكن يعرضوا بس الملف A7. عايزين A7 يا جماعة؟ عشان ده من الوقائع المصرية فيها. طبعًا الدكاترة الجامعة عارفين مين فيهم بتاع سيارات ومين فيهم مش بتاع سيارات. تمام. لجنة السيارات. احنا بس عايزين A7 بعد إذنكم، عايزين نسرع عشان معانا مفاجأة بعد الفاصل. بسرعة يا فندم، أكمل كلامي. الاسلوب المتبع دلوقتي في الشكاوى اللي زي استاذ اسامه، وفي شكاوى كثيره جدا وصلت لينا، ان عندهم يكتب لي بعد ما يكتب لي في عيب تصميم. شكرا شكرا يا باشا، شكرا. في عيب تصميم، يقوم قايل لي الاصلاح بالمشاركه. فطبعا الناس مش هتكمل. اسمع كده، لا انا عن نفسي الناس ما بتكملش للاسف في شكاوى. انا مش مقتنع بحته الاصلاح بالمشاركه. اعتذر لحضرتك جدا عن الاطاله في الوقت. لا انا بس بعتذر لكم ان انا عندي، هو للاسف ما كملناش برضه في التقريرين، هنسيب حضرتك عشان ضيف حضرتك. معلش انا بعتذر لكم، انا الراجل برضه ليه مساحه عامل مفاجاه كبيره. اهم مستند معانا اللي هو بيقول العربيات دي كلها تتسحب من السوق من عند الوكيل ده. ان شاء الله لينا حلقات اخرى. بس قبل ما اطلع فاصل عايز اقول لكم للوكلاء حاجه تقول لا. لا 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 مش هتقول بس ده، في حاجه هتخضكم جامد جدا. فاكرين فيلم النوم في العسل بتاع عادل امام لما راح للمجلس الشعب او مجلس النواب ومعاه الافات عاملين يقولوا
احنا عندنا الافات مؤلفه بيقولوا اه، عايزين يقول الاستوديو مدينه الانتاج وانا مانع. يا دكتور هنجيلك، يا دكتور احمد هنجيلك، انا مانع. لو الناس دي جت قدام المدينه وطلعنا بيها على الوكلاء او طلعنا بيها على مجلس النواب او طلعنا بيها على الرئيس هتبقى كارثه. فاصل ونواصل.